السلام عليكم شباب، اليوم عندنا برضو محاك الصيد بس بماب غير عن الماب اللي لعبنا فيه الفيديو اللي مضى. نمر بماب السافانا بأفريقيا مثل ما كم شايفين، فيلا نشوف. بلكم نلاقي شوية بافلو وأسود لأنه هذا الماب هو الموجود فيه الشيء هذا. وده بيصيح، المهم يلا نبدأ رحلتنا. صعب ان ياخذ الرصيد هاد. شو هذاك واحد مثل ما انكم شايفين، كم متر؟ 170 متر هيك شي. والله قناص، بشرفي اني قناص. هذا اول واحد، اول صيد بهذا الماب، بس لحد الان ما حصلنا شي ليفلو عالي يعني، بس لسه هاي بدايتنا. ما نروح نجيبه. الفضلات هذول جست ناو عاطيني فوق، يعني جديد كتير. يعني هذا الحيوان بجوز قريب اي مكان، يشبه الغزال، ما ثبت على اسمه. انا هون اسامي الحيوانات ما بعرفها خالص، بس البعض منها. شوف شكله شلون، بيقرف بصراحة. يعني الكاش بيعطيك اياه كتير حلو، مع انه ترى ليفلو بس واحد، ها، وسيلفر يعني ريتنج شوي عالي يعني. كل حلم ناخذه كاش ريفارد، بيعطيك الصوت هذا الحنون. شو اليوم بس خنازير يعني الظاهر؟ بدي اشوف، بس اشوفه. ما عليكم، انا بعرف بربي. ذاك هو صبته. ليك نحن هون صبنا، وين؟ هون على مسافة 140 متر. فكر حلو راي، هو كان سريع والله، ما توقعت يوصل بهالسرعة هاي هناك، بس جبناه. يلا نروح نشوف وين صار. في كذا واحد تاني بافلو حجم صغير. يي حجم صغير لو كبير، لو انا ايش ايش راضي يموت يا زلمه. ما راح اخليه، عم يموت عم يموت، بس ما راح اخليه يصيبني لانه يدمجني. ها اللي صابني، خرب بيته خرب بيته يا زلمه، مش راضي يموت. مع انه حجمه ابدا مش كبير، وهذا سلاح كثير قوي، بس ما بعرف انا ما بصيب منيح لو ايش.
شوف اول واحدة هون كانت تحكت في حق، ثاني واحدة مش الله كلها ايش يي السلاح ما عم يسوي شيء مع هذا السلاح، الظاهر ان السلاح كثير ضعيف، لازم نبدل غير سلاح شباب. ما بيصير ما بيمشي حل، لانه اذا جانا اكثر من واحد من هدول انسى، الرصاص ما بسنتين لحتى يخلص. انا فكرت هذا سلاح قوي، لو انا غلطان. يلا نروح نرجع نجيب الخنزير نشوف ايش صار فيه. انا قلت لكم انه مات بس ما بعرف. شايفينه؟ شايفين الاثار؟ هاي مهارات الصياد فيك تطورها. شوف دم هون، بقع دم كبير كثير، هذا هو. شوف مدمر في الرئة اليمنى، ذكر ليفل 4 انسى والله. جولد رانك كثير حلو، هيك 57 شوي لكليكا، شيء بسيط، ها شيء بسيط على الدايموند 58.19، هذا اعلى رانك الدايموند، يعني شيء بسيط كنت اخذ دايموند. بس يلا ان شاء الله المره الجاي خنزير ليفل 4 ناخذ دايموند عليه. بس على انا على على على, على ايش فرحان انا على خنزير. يلا شو هذول الاثار هون؟ في شيء تحت، في 260 متر كودو، حيوان الكودو هذا. في شيء غيره ذكر او شيء؟ بجيبه، بجيبه اذا انبطحت طبعا مشان اتحكم بالام منيح. بجيبه بالام 1، بسلاح الام 1 ذاك. وشي بس بدي اوقف عاد، ما بدي اياه يتخبى ورا شجرة، لانه اذا صابت بالغصن ما راح اقدر اصيبه هون. نفس الوقت نشيك على المناطق اللي قريبة عليه. وين صار هذا هون؟ ايه في عندي لسه سكوب اعلى من هذا السكوب، بس ما بصيب فيه منيح. هو عم يحاول يجي لعندي، بس كمان ما بدي يصير ورا اشي اشجار، فبدي اضرب عليه من هو. تحدي اني اصيبه وهو عم يمشي. هو كان عم يمشي بس انا قصدي كان وقت كان عم يرقد، هذا التحدي كان. بس يلا المهم صبنا اصابه قاتله ما عطس منها خالص، هذا نحن اللي بهمنا عند الاخير. يلا نروح نجيبه شباب، هذاك هو. ليتس جو، هذاك هو. شايفين الاثار لونه اصفر، انا مخليها مشان دائما الحيوان اللي اصطاده يبين بهذا اللون. اذا كنت انا طبعا معلم عليه حاط اف، سهله علي الوضع. شوف ما احلاه، هذا نادر. انا بعمري ماشي انا ليك، انا صدت اكثر من مره من هذا النوع بس ولا مره شفت هيك رجلين وهاللون هذا. ما جري، ما بعرف، ممكن ما بعرف. خلينا نحفظه شباب، ناخذه نشتري بحيث اذا كان نادر يكون عندي اياه انا. هيك يلا 960 كاش، كتير حلو، ممتاز الكاش اللي اعطاني اياه. طبعا احنا كنا من شوي واقفين هناك، لازم نغير منطقتنا لغير شيء، لانه هناك ما بتوقع ضل شيء ورانا. حيوانات اكيد سمع صوت القواس وهربت من مسافة كتير بعيدة. طبعا نتقدم لقدام، هو هي بس اذا كان في اسد نعطيه الافضلية له. ما اعزب حالي بهاد اللي هون. اطلع اطلع يا زلمة اطلع. كم متر بالله؟ 150 متر تقريبا او 160. ايش ذاك عم يرقد؟ لا لا ما احتشي، بس ما هذا ولا شيء. يلا نجيب صيدنا نحن. هذاك هو شباب كما انتم شايفين، بس انا اللي بدي اياه اشي يعني صيد دسم كبير، بافلو مثلا او اسد. شيك النهر بعد شوي تحت. زمان لك انا ايش بدي اسوي اليوم؟ اخر مرة ان شاء الله. ليفل 3
سيلفر، شيء طبيعي سيلفر، هو قريب على الجولد يعني، بس شيء بسيط. اسمعوا الأسد، هذا هو ترى اللي بيسمعوا بيفكر ان الصوت هو قريب، بس هو كتير بعيد، اقل شيء 300 متر، صوته عالي كتير. المهم كاش 1070 حلو الشباب، لانه ظهر هنا ما ضل شيء، ضرب ثلاث مرات يعني، خلص الصوت كتير عالي فهربوا، اغلبيتهم هربوا. مالي غير اغير مكاني، خلنا نجرب هون بالله فاست ترافل. كمان هي منطقة جدا واسعة، حلو. شوف ايش فيه، واخيرا يا زلمه والله قطيع هالمره. لون اسود، ليفل 3 شايفينها، هذيك الراس فيهم يعني. يي ليفل 4 كم متر؟ ليفل 1 308 متر. يلا من هون بالام 1، ما بعرف ايش راح يصير معنا. شوف الضوء اللي بالسكوب من الشمس، بس لازم ارفع شوي لفوق. نسر الكويل والله، هذيك كمان راح تموت، هذيك صدتنا، هذيك راح تموت كمان، بس خلاص انا بدي صيت يعني عالي. هذا وينهم؟ ما ضل حدا هون؟ هذيك ما ماتت؟ ما يمكن، لا لانه صار بجزء اصابة طفيفة فبتهرب مسافة بعيد شوي، بتبعد. انا اروح اجيبها شباب. قطيع تاني؟ يي ليفل 2 ليفل 3، جاهز لحالك، نضرب من هون. حرام، ما ماتت، بس صبت اكثر من مره. خلنا احط عليها اشاره عشان ما اضيعها. يلا الاخ توفقنا هيك بالصيد، الاخ انت عيني. ليتس جو بيبي. وين الغزال؟ هذا هو هون. والله الفاست ترافل خلانا نستفاد بشي ها شباب بصراحة يعني. شوف شلون، حرامات، شوف على لونه كتير حلو، كتير شكله رهيب. سيلفر 100، هو لازم يكون جولد، بس لأنه السلاح يعني جدا قوي، مش لليفله أبدا، هو مش قوي كتير، أقوى من ليفل هذا الحيوان بشوي، بس لو إني مختار سلاح أضعف شوي كان أخذنا، ممكن ناخذ دايموند. ها دكار ليفل 4 اورنج، لونه اورنج حلو والله، كتير حلو. 980 كاش برضو ناخذه شباب، هذا ما بعرف اذا نادر بس اورنج. قوم نشوف لون هذاك الثاني، هذاك برضو نفس النوع بس ليفل 3 3. باقي القطيع عرب لهناك، ما بعرف اذا راح اشوفه. هذا اليامها، لو لا لا مش يامها، في حيوان اسمه انا بسميه يامها، لونه ابيض قرونه طوال. هذا بيصيح هون، ما بعرف قريب الظاهر، خلاص عيفنا منه، هنجيب صيتي بالاول.
عشان ما نروح فلوسنا على الفاضي ونجمع بالحيوانات. هون انا صايبة دم، شايفين؟ حتى اني مخلي الرنك لونه اصفر، يعني اقل الرنك العلامات اصفر. فير تاب تان، هذا غير، هذا تهذاك اورنج. معقول يكون نادر شباب؟ هذا مش لون ليك؟ وين اللون؟ وين وينه لون او اشي هيك تان برضو ذكر، بس مش اورنج مثل مو مكتوب بهداك. 949، حلو ناخده. شوف لسه هيك كم صيد الاخ، ايش ايش راح نتوفق. هنا لازم اجيب، لازم اضرب على هدول. ليفل 3 هذا، ليفل 1، ليفل 2. صبتك راح تموت، راح تموت، راح تموت. طب 0% ما تتوقعت. يلا يا عيني عليكي. خلاص ما في داعي نروح رصاصنا على الفاضي، بما اني اخذت صيدتي فما بدي اكثر من هيك. الباقي ما بهم ابدا، الله نجيبها. ثعلب بس هذا يعني خلص، انا ممكن تعبر قلت فسمعني، ما راح اقدر اصيده، ما اتوقع يعني هناك قرب نوصل لصيدتنا. ابشع شيء انك تروح ورا الثعالب تصيدها، هذا ابشع شيء بالحياه ممكن تسويه بهاي اللعبه. مستحيل يجي، بضل هيك واقف مكانه بيتفرج عليك مهما ناديت عليك. ذاك الاثر شايفينه؟ ايش الاصابي؟ تان برضو، شوف ما في اورنج، هذاك نوع نادر بتوقع. الاورنج اللي اخذته ذكر ليفل 3 برونز، بس مدمجه كتير حلو. نغير مكاننا هسه. ما بتوقع ضل شي هون لانه مش كسر، صرت اضرب كمان اكيد هرب الحيوانات القريبه بهالمنطقه هاي. فكر اسوي فاست ترافل لاشي مكان، بحيره ممكن، هذه المنطقة بتذكرها كانت فيها صيد حلو. خلينا نشوف هناك والله ايش بنلاقي. شو الصورة ما احلاها هاي. يلا حلو، ويلا ندور من جديد على بعض الاشياء الثمينة. هذول اليامها يا ابو محمد، شو هاد بالأربعة واللي بدك إياه على كيف كيفك. ليفل أربعة، ليفل شوف كم واحد ليفل أربعة يا زلمة. هذا قائد القطيع، هذا إيش لحاله مش فاهم أنا. أنا نجيب هذا بالأول. راح يموت. هذا نار، هذا قرونه نار شباب، هذا قرونه نار، هذا قرونه بين عليها نار، اشي نار. هذا دايموند ان شاء الله. اسد، هذا سمعينه جعر شوي وراح، بس ما صفته ولا رصاصة الظاهر. شوف البافلو، حرام يا زلمة. ما راح اقدر اصيبه، ما راح اقدر اصيبه. خلنا احفظ مكانه بالله. هون بعد شوية اروح له، بس اجيب سيتو. هذا برضه ليفل 4 اجيبها.
برضو الثعلب هناك 50% من دمه، وهون نزل هون هناك قريب ما بعد كثير. هذاك هو شايفينه، هذاك ليفل 4، بس الثاني حرام روحته على حالي. هذا اللي بيقهر والله. يا مها سيلفر 276 قريب على الجولد. بالرئة اليسرى صبته. شو شو هذا؟ يلا المهم ما بهمنا. حرام كمان الثاني كان في سكور حلو 1060 حلو. كان هون شيء عم يصيح. هذا اليوم ما هي متوقعه بس مش متاكد يعني. لو هذا الجاموس لو ايش سيطلع لحاله شوي شوي. ذاك هو موت الواحد اللي وراه ما يهمني. موت والله صار ساعة بستنى فيه يا زلمة ما كان يجي يحرق نفسك. ما في شيء شيء كان هذاك. هذاك اللي وين الجاموس الثاني لو ايش يسموه ليفل 3. ليفل 3 ليفل 3 تعال يا اخي يا اخي والله صار هناك حرام. ما في مو ما وقف الظهر راح هرب ضل داعس مليون. عارف حلو راح يموت. على كل حصلنا شيء لنشوف. بلو ويلد بيست انا سميه جاموس هذا بقى ما بعرف اذا هيك اسمه. الظهر صبوا دمار شامل من الداخل شباب. الامعاء الكبد ستومك الليفت لونج يعني خالص متدمر من جوا. لو هم يكون انتهينا يا شباب. بتمنى عجبكم اللقطات عجبتكم لا تنسى اللايك والاشتراك. لا تنسى تتابعني على تويتش للبث المباشرة. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم. السلام عليكم بس السلام عليكم خلاص انسى هذا. سلامات.